اليوم بدنا نعلمكم كيف نعمل الشاور حمام لليوركشاير تيرير. اول شيء مثل دايما هيلا حيوان هيلا كلب هيلا بيت عندكم بالبيت بتبلشوا من الجسم مش من الراس. يلا حطوه بالمي شوية مي ودايما انا بفضل انا بنصحكم دايما الشامبو للاطفال الجونسون اول شيء واذا الشعر الكلب فاتح جونسون البابونش واذا الشعر كلب غامق جونسون العادي. نحط شوي مي لازم تكون فاترة فيكم تستعملوا الفرشاية للكلب تساعدكم خاصة للإيدين للكلب بتفرشوا منيح بالفرشاية الإجر تبع الكلب الإجر من التاني جيحة الفرشاية تاني جيحة أوكي مام بعد الإجر بعد وتذكروا أول شيء الجسم وآخر شيء راس. هلا هيدا بابي صغير وحلوة ومرتبة ما عنده ريحة كتير ريحة عنده ريحة طبيعي عنده ريحة كلب طبيعي. إذا الكلب تبعكم عنده ريحة مش طبيعية ريحة كتير بدكم تحطوا بيكربونات بقلب البانيو خلوها 5 دقايق بقلب البانيو مع جات مي مغطية بالمي اوكي بالجات مع الشامبو وبيكربونات. هذا كوش تاني اوكي هيدا كوش تاني يعني second time شو منقول كوش بالعربي؟ مرة تانية مرة تانية شامبو اوكي والفرشاية ماي وزا اسكوفا برا لافا وحابو ديلا اسكوفا اي اسكوفا دي نوفو شمو ريحة تبع الكلب شوف اذا طلع ريحة حلو قبل شمي شمي روحي عربي وجهك اوكي فيري نايس سمل واو Lava a boca do cachorro, não lava o olho ainda não. O olho por último, a boca. Ah, fiz o sabão e chuei, não problema. Echer Shilain. Deine, o tem. Echer Shilain. Badene, deine, menjua. Membad matekla selhamem. Banana dufla menjua. Mushala, mushala, mam. Mama na dufa bilmai. Na dufa bezet, zeitun, o otne. But she's calm, by the way. وجه نشفيها بالتاور نشفيها بالتاور عملي لك وش تاني بعدين بس نشفيها شوي لأنه بتخاف اوكي برافو اوكي شيمي رأسا عملي لك وش تاني اوكي وتمه كمان ايما تمه اوكي بس لو ريحة بتجنن وتمام ونضيفة وحلوة بتجنن ما تنيموا على تختكم اوكي مش لانه بس منيحة وطيبة لانه بعدين تتعودي وبتصير هي بدها تطلع تختكم دايما بتكون وسخة وبتطلع تختكم it's not good لازم تتعلم تنام بتختها او ده رشني ماي يلا نشف شوية نعيمة بس we have to make sure إن روحنا كل الصابون صح؟ ايه مشكلة تقعد ما لازم تقعد كثير بقلب المي بيصير بعدين عندها ريحة كلب مرة ثانية اوكي بدنا نشيل الصابون بس خلين ريحة اوكي يلا نعيمة خلص هلا بدنا ننشفها مزبوط 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 بدك تحركي الدم حركي لها الدم حركي لها ايه حركي الدم لأنه لما بيجي المي على جلد الكلب بيوقف الدم بيبرد بيوقف الدم ببطل يمشي بجسمه ايوه بدك تفركيها هلا شي دقيقتين ثلاثه هلا بعد شوي بنرجع انا وياكم شباب باي باي
خلصنا الشامبو والسيشوار ونشفنا لها منيح كل وجه تمشيف وتمشيط بدنا اخر شيء بننظف ديناتها اوكي بالكوتون شوية زيت زيتون بتفوتوا اصابعكم اصبعكم بقلبه ما تفوتوا كتير لجوا تنجرح ديناتها اوكي شوف قد طلع وسخ من جوا هالقد اوكي هيدا مش كل مره بتتحمم لا هيدا مره بالشهر بتسووا لها هي اوكي وبالدين الثاني الشعف الثاني ما تحطوا نفس الشعف بالدينتين اوكي هيدا فرجيني بالفيديو شو عم تعملي ليشوفوا الناس والكلب بيرتاح نفسيته بس كون دينه نضاف هلا هيدي لان هيدي الحجم كلب كتير صغيره بدها شعفتين بس كل دينه شعفه بس اذا الكلب كبير مثل اللابرادور والجيرمان شيبرد بدها يعني القليله اربع شعف لكل دينه خي نايما شكرا يلا طبعا اكيد فرشنا الاسنان عشان الاسنان دي وعم تتحمم كل ما بتتحمم بدها تفرش اسنانها كمان يلا سيرينا سي هاي سيرينا هيدا هاي شوغر لسيرينا ولنادين يلا يا هاني هاني يا كيكا زمشفو فابلا شوغر